نهار اللي مات بابا الله يرحمه، نهار 3 ايام جات عندي ماما قالت لي راه بابا مات مقتول، ولا تعرفت الحقيقه راه نص الحومه غيمشي للحبس وغيكونوا مشاكل كبار والاغلب كلشي غيمشي للحبس. نهار الاول، نهار الاول ما خلاتنيش ندخل نشوفو، كانوا حاطينو سدو عليه ما خلاتنيش ندخل نشوفو بزاف باش دخلت شفتو. ملي هزيت ليه الكفن على وجهو كنلقى وجهو كامل مقموش وماما كانوا يديها مقموش، كانت كتقلب على لي غون ديال بابا دوك البيضات ديال الخدمه باش ديرهم. قالت لي راه بابا مات مقتول وانا ما غنقولش الحقيقه وانا معايا ناس كبار وهذا الشيء، وانا يا با مات كيفاش مات وعرفت شنو طرا وكنت ديك الليله وحضرت وعرفت كل شيء ما غنقول حتى شي حاجه. قالت لي انا باك كنت غندفنو في الغابه، الحمد لله ملي جبتو ليكم شتوه بعدا باش ودفنوه. دهمني كنهضر معاها وكنورك عليها باش تقول لي، كتقول لي لا انا معايا ناس كبار وغتخرجي عندنا وغتصيفطينا للحبس. هداتني قالت لي خذي الفلوس بحال اللي خداو خوتك وسكتي. عرضت عليا 30 مليون باش ناخدها ونسكت. كدعيني بالسب والشتم، مدعيني بالعقوق كل مره باش كدعيني. نهار اللي مات بابا الله يرحمه، نهار 3 ايام جات عندي ماما قالت لي راه بابا مات مقتول، ولا تعرفت الحقيقه راه نص الحومه غيمشي للحبس وغيكونوا مشاكل كبار والاغلب كلشي غيمشي للحبس. انا داك الساعه بقيت ضايخه بالموت ديال بابا اصلا قبل. نهار الاول، نهار الاول ما خلاتنيش ندخل نشوفو، ما خلاتنيش ندخل لعندو، كانوا حاطينو سدو عليه ما خلاتنيش ندخل نشوفو بزاف باش دخلت شفتو. هزيت ليه، ملي هزيت ليه الكفن على وجهو كنلقى وجهو كامل مقموش من لهنايا، بابا وجهو كامل مقموش وماما كانوا يديها مقموشين، كانت كتقلب على لي غون ديال بابا دوك البيضين ديال الخدمه باش ديرهم. النهار الثالث قالت لي راه الاب ديالي مات مقتول، وما قالتهاش لي غير انا، قالتها حتى لجداتي وقالتها لعماتي. امي كانت باقا دايخه، جداتي يعني مات بابا الله يرحمه، كانت باقا دايخه بالموت ديال ولدها ما قالت لنا حتى شي حاجه. عماتي حتى هما كانوا دايخين، واخا قالتها لهم قالوا راه واقيلا غير كتهضر هكا راه مصدومه من الموت ديال راجلها، ولا حتى من بعد عاد يبداو يبانوا هاد الحوايج هادو. قالت لي راه بابا مات مقتول وانا ما غنقولش الحقيقه وانا معايا ناس كبار وهذا الشيء، وانا يا باك مات وعرفتو كيفاش مات وعرفت شنو طرا وكنت ديك الليله وحضرت وعرفت كل شيء ما غنقول حتى شي حاجه، انا باك عندي هادشي كامل مسجل. قالت لي انا باك كنت غندفنو في الغابه، الحمد لله منين جبتو ليكم شتوه بعدا باش ودفنوه. واخا جيت انا هي فاش قلت لك بقيت كنسجل، بقيت كنسجل كنقولها نسجل. داك الساعه انا هي كتهضر بالغوات وانا كنهضر بالغوات، انا نص في الهضره داك الساعه ولا الهضره كامله راه ما كنسمعهاش. النقاش اللي كان الوحيد بيني وبينها هي ديال بابا مات مقتول، ما بغاتش تعاود ليا، ما بغات تقول لي حتى شي حاجه. حتى ملي كنهضر معاها وكنورك عليها باش تقول لي، كتقول لي لا انا معايا ناس كبار وغتخرجي عندنا وغتصيفطينا للحبس. هداتني قالت لي خذي الفلوس بحال اللي خداو خوتك وسكتي. عرضت عليا 30 مليون باش ناخدها ونسكت. منين ما بغيتش بقات كدعيني، كدعيني بالسب والشتم، مدعيني بالعقوق كل مره باش كدعيني. ها مره وريتهم ليك، كنخرج براءه ملي كنمشي كنشرح الرئيس علاش انا كنتدعى، كنخرج براءه. وانا تما فين اضطريت نبقى نسجلها باش نعرف، حيت انا عرفتها عارفه كلشي ما باغاش تقول لي، حتى كتقول لي معايا ناس كبار وانت ما تقديش على هادشي، خدي الفلوس بحال اللي خدا خوتك وسكتي. اختي كانت كتصيفط ليا الميساجات كتقول لي راه بغيت نقول لك شي حاجه، بغيت نهضر معاك، بغيت نقول لك. ملي كنقول ليها شنو كنجي وكنقول لها شنو كنتي باغا تقولي، تقول لي لا صافي راه ما كنت بغيت نقول لك حتى شي حاجه. كانت كتردد باش تقول لي، كلشي عارف، كلشي عارف الا انا اللي ما كنتش عارفه في الاول. 30 مليون اللي عرضت عليا، ها هي عندي الشكايه، هي درتها في 2020، في 2020 مي باش ننسى هذا الموضوع ونبعد منه، ما نبقاش نقلب فيه الموضوع هذا ديال با كيفاش مات. حيت انا ما كنتش، انا صافي انا في الثلاث ايام الاولى راه خديت تقبلت الفكره على ان با داه الله راه مات موته طبيعيه. ما كنتش عارفه، مازال ما سولتش بحال اي وحده مصدومه سمعت الخبر ديال الوفاه ديال باها. خلاتنيش نشوفو، حبساتني من الدخين نشوفو، كانت بعدا بابا كان كله مقموش، ما بغاش يشوفني نشوفو مقموش ونشوفها هي مقموشه ونفهم انا راه كانت تما كان شي شجار بيناتهم الليله اللي قبل. حيت كان بابا مات نهار الحد وكان نهار الاثنين عنده الجلسه الاولى هو وياها ديال الطلاق، الجلسه الاولى ديال الطلاق كانت عندهم. في اليامات الاخرى ما بقاتش زوينه، دابا عام ولا عامين ما بقاتش زوينه، ما كانش علاقتهم زوينه. ما صافي كانوا وصلوا لحد النهايه كما قالتي، تقول لي صافي وصلنا انا ويا لحد النهايه راه كنا غنطلق. بابا مات مقتول، واللي غدروه ناس قراب ليه بزاف.
حادثة سير تلقائية مميتة. عمرك شي واحد مضروب ضربة قتلاتو سير بلاس غادي يزيد 12 متر من الطوموبيل وسد البيبان بجوج ديال القدام وديال اللور ويخلي الكفر محلول عاد يموت؟ عاد يطيح يموت. انا بابا خدا ضربة فراسو، عنده ضربة فراسو ما تخليش يزيد حتى دقيقة، مش عادي يزيد 12 متر. هو هادشي اللي كاين في اثبات الوفاة. طلبت تشريح وما بغاوش يعطيوه لينا. انا كنطلب من السيد المدير العام للامن الوطني يقوم بفتح وإعادة النظر في هذه القضية، لحقاش بابا راه 30 عام وهو كيخدم البلاد، 30 عام ديال الخدمة ضحى على قبل البلاد، كان ما كيعيدش معانا حنا، وتحرمنا منه في العيد وتحرمنا منه في العواشر، كي الناس نعيدوا معاه وتحرمت منه كأب قريب ليا في الوقت اللي كان هو كيحمي ولاد الناس الاخرين وكيخدم البلاد. يعني حتى انا دابا محتاجه ذاك الرد الجميل الاب ديالي، انا بغيت حتى حاجه، انا بغيت غير حقه. كان كولونيل في الرباط، كان كولونيل قابط حمايه المصالح الاجنبيه بالرباط من هالسفارات والقصور. كانت كدير بيا ديكلاراسيون باش نبعد ونسكت ونبعد على الموضوع، باش نبعد على الموضوع ونسكت ونتراجع عليه. مني انا ما تراجعتش راك دعياني اكثر من 7 المرات، وما كفاهاش غير هي دعياني، هي وبناتها كلشي دعاني، دعوني باش نسكت ونبدل على الموضوع. كلشي كيقول لك غتخرجي عندنا وتصيفطينا للحبس، كلشي دعاني، كلشي دعاني باش نسكت. منين ما بغيتش ناخذ الفلوس دازت قالوا ليها سيري دعيها راه تقدر تخاف، لا دعيتيها بالعقوق. منين ما خفت ما بغيت ناخذ فلوس ما عرفتش شنو المصير ديالي لحد الان. انا خرجت من الجنب، بغيت غير الحق. انا ما نقدرش، انا عندي وليداتي، انا نبغي وليداتي واحد النهار يبرو بيا. عندي ضمير، كنخاف من الله وبغيت وكنبغي نعس مرتاحه. عشان ناخذ انا الفلوس، ناخذ الفلوس على دم با، ناخذ الفلوس على دم واحد الراجل كان كيخدم ويضرب عليا تماره باش يكبرني ويقريني ويوصلني. هذاك ربا با، هذاك ماشي شي راجل غريب عليا، هذاك ربا. على منا ناخذ الفلوس؟ ناخذ الفلوس ونعيش حياتي، زعما الا خديت فلوس دم راه غنعيش حياتي، ما عندي حياه لهنا لا لهيه. كان با راجل مزيان، مش تنقول عليه راجل مزيان حيت با راجل مزيان، كان اللي يوقف عليه ما يخسرلوش خاطره ومتواضع. راك شي دارو، هذيك دار كولونيل اللي شتي، هذيك دار كولونيل عايش على قد الحال، كيوكلنا كيلبسنا كي على جهدو، على جهدو. انا عمر با ما عقلت عليه، انا عمر دخل لي درهم ديال الحرام. وراك شي الدليل على انه ها انا تربيتي، انا كنت كنقلب لي على حقه ما خايفاش الموت، وعطيه ليها عنقي وكلشي وما خايفاش. انا لو قعدت لي شي حاجه انا قدامكم دابا كنقولها، كنحملها هي كاع المسؤوليه، هي كنحملها كاع المسؤوليه، امي كنحملها كاع المسؤوليه لاي حاجه انا طرات ليا ولا طرات لعائلتي، كنحملها هي المسؤوليه. لحق سبق ورشاتني وما بغيتش نسكت، سبق وهداتني، وهداتني بالقتل، وعندي تسجيل صوتي ديالها على انها كتهددني بالقتل ان الا ما بغيتش نبعد على الموضوع. وانا راه ما غنبعدش على الموضوع. كانوا كيتبعوني باش نسكت، زعما باش نشوف انا داك المنظر وغنقول انا راه غنتخلع، راه دابا يخطفوني ولا يديوني ولا يضربوني هي عندي في التسجيل قالت لي شوفي اخر قرطاسه في الراس وتلاحي كيتلاح باك في الطريق، هكا عندي مسجله وانا غنوريها لك. اقسم لك بالله العلي العظيم هادي امي اللي مفروض تكون ليا سند، هادي امي، هادي امي اللي مفروض تكون ليا سند. رسالتي انا موجهه للمدير العام للامن الوطني، تنطلبوا على بغيتو يدخل في القضيه ديال بابا، بغيتو يدخل في القضيه ديال بابا. اولا لان بابا ما كانتش راجل عادي، كان راجل خدم البلاد، وراه هو ثلاث ليال طرا. انا بغيت يدخل على الخط وياخذ ليا غير حق با، ما بغيت حتى حاجه، يدخل على الخط وياخذ ليا حق با. انا ما كرهتش الفرقه الوطنيه، تدخل هي اللي تقبط ليا الملف ديال بابا الله يرحمه تحت الاشراف ديال السيد المدير العام للامن الوطني من طبيعه الحال. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.